الشبهة الثانية وهي نظرية ذكرنا طرفا منها قبل نشروا بها الإلحاد في العالم كله، وهي نظرية الانفجار العظيم أو الكبير لنشأة الكون. قالوا الكون ده كان حبة صغيرة وعالية الكثافة، وبفعل من حرارة شديدة اتضخمت وتفجرت وبقت العالم. قصدهم شنو؟ قصدهم إنه يقولوا ما خلقوا الله، إنما أصلاً كان موجود بس حبة صغيرة. طيب الحبة دي أشافها منو؟ ما شافوهم. طيب أنتوا ما قلتوا لا نؤمن إلا بالمحسوس والمرئي، معناته كلامكم بفهمكم باطل أيها الملاحدة. بس ده كلام فارغ وما عنده أي دليل. والغريب إنه النظريات دي الإلحادية دي فرعوا منها نظريات، بل ودرسوها في جامعات، بل في جامعات مسلمة كمان. ده كله كلام باطل يا أخي، وينكر وجود الله سبحانه وتعالى. والقرآن يرد عليه صراحة. العالم قال كان نقطة، والنقطة هي تفجرت برا بفعل الحرارة، كذب. العالم ده خلقه الله، ما نقطة ولا غيره. والكون ده خلقه الله كله، بشمسه وقمره وكواكبه ومجراته كله. ربنا سبحانه وتعالى قال كده: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، وغير من الآيات الكثيرة جدا ربنا سبحانه وتعالى يثبت في هذا الكلام. لا كان حبة ولا انفجار عظيم، انفجر براو والفجر منه، والحرارة السخنة جات بقت الحبة دي تبقى كبيرة، وبقت الحبة تنفجر بعد ما بقت كبيرة. الحرارة جابها منه؟ ما كانت حبة براء، الحرارة جات من وين؟ ياخذ هو الساكت. والشغل ده وضعوا كاهن كاهن كاهن، مش قالوا ما دايرين دين الملاحدة، جابوا نظريتهم دي من كاهن كاثوليكي نصراني، يعني يتبع للطائفة الكاثوليكية. النظرية جاوا منه سنة 1927. شوف الناس دي الناس ما صادقين، يقول لك لا نحن ضد الدين، وياخذوا نظريات من كهنة نجروها من راسهم. طيب